ما هي الشريحة في المجتمع اللي نتجه لها احنا كثوريين، انا انتوما اللي تبعوني اللي عندكم الفكر بيان سور كيما نتاعي انا، اللي نتجه لها احنا باش نجعلوها هي السلاح القوي الرابع للنظام هذا بطريقة سلمية تقنية وذكية؟ واش من شريحة نتوجه لها؟ هل نتوجه للطلبة والجامعات؟ هل نتوجه للعمال ولا السنديكا؟ هل نتوجه للمناطق الرعاوية والفلاحين؟ وين نتوجه؟ هل نتوجه للطبقة المثقفة تاع الإطارات اكسترا؟ هل نتوجه لهم بكل بصح بأي منهجية؟ سلون كيل بلان؟ سلون كيل فاي دو روت؟ على هذه قلت مازال الوقت، هو الاحتمال الوحيد انه تصرى هبه شعبيه ثوره جيعانين. هي ماهيش راح تؤدي لتغيير النظام، راح تؤدي برك الى رفع وطاه النظام الظالم القاتل على الشعب، يعني يخفوا يديهم شويه على الشعب. ظاهر انا نطلبها، لانه الحل الوحيد باش شويه يفتحوا بيبان الرحمه هذا الخماج هذو اللي حاكمين الجزائر، ستكون ثوره عامه مي ثوره جيعانين، ثوره قفه. ما تقول لهم لا بوليتيك لا نحي تبون لا نحي شنقريحة، اخويا قفة ماناش خارج ماناش ساكتين، تهبطوا النفس وما تاع القفة، روحوا بيعوا ارواحكم، ديروا الكريدي برا، مشكلتكم حنا نحبوا طاقة قدرة شرائية تاعنا تطلع. مي هذه كحل نسبي، يعني سي با اون سوليسيون ريال، سي جوست ان بوتي تريتمون سيمبتوماتيك مي سي با ان تريتمون كوراتيف، يعني ماشي مداواة للمشكل بعد في حد ذاته، جست نرفعوا الوضع. Attends, j'ai vu une question. Bon, l'essentiel, les questions, vous pouvez les répéter au fur et à mesure. نخطفوا حدا هكذا. Je vais répondre à Madame Farida Houassine. Donc, je reviens. وشي هي؟ Donc, لا كان حابين درك نحروا الجزائر ونبنيوا دولة قوية وأمة قوية عندها مبادئ، عندها دي فالور كومون، وحدة حقيقية، كاين معطيات تاريخية ما لازمش نتغاضوا عليها. أول حاجة من ضمنهم الاعتراف بهوية هذه الأرض. ما نزيدش نهضر على الشعب، هوية هذه الأرض، التراب هذا شكون القوم ماليه؟ اهم حاجه عندي انا الارض امازيغيه والجزائريين امازيغيين 99%، كاين اللي في ظنه راهو عربي، كاين اللي في ظنه ما على بالش راهو يهودي. ليسونسييل اللي ما عجبوش الحال يدير تيست دي ان، هذه الاولى. دونك قضيه الهويه، ومن بعد لازم نفهموا واش من دوله باغيين، واش من دوله باغيين حنايا. هل باغيين دوله ديمقراطيه كما الديمقراطيات نتاع الغرب؟ وي عفر تبان مليحة. هل نحن مؤهلين أن نبراتيكيو الديمقراطية نتاع الغرب؟ هل تتماشى مع العنصر نتاعنا؟ ما هو البورسنتاج نتاع بصبع الأزرق عندنا باش تابليكي عليه لا ديموكراسي إليكتيف، يعني تاع الانتخابات كما يعيطوا عليها الإسلاميين باش يديو الفوط، باش يزيدوا يغرقوا البلاد، باش تعودوا حتى من الباك تعقبوه في المايضة؟ نو. دونك لازم ديجا كي تتحط المنهجية الثورية تتحط معاها بعد وش من نوع تاع نظام رايحين نناضلو من أجله ورايحين نحطوه اون بلاس، وش من نوع تاع نظام وعلى أي مدى. أنا من أنصار الديكتاتورية القانونية اللي ما تتسامحش، القانون اللي ما يتسامحش خلاص، بصح يكون عادل، قانون عادل جوست اي ايغاليتير، قانون القوانين تاعو عادله وقوانين مساواه، باش نبنيو مجتمع على اساس الثقه بين الهيئات والمؤسسات وبين الشعب، لان المؤسسات تعتبر تفويض بين الشعب لتسيير امور البلاد. على هذه الحل كاين نحطو اون ميثودولوجي منهجيه ثوريه اون بلاس. ربما لكن الاراء تاعكم كيما تاعي، ربما يجب درك خلق حركة ثورية، بصح قبل خلق الحركة الثورية وضع منهجية توافقية بين الناس يؤمنوا بنفس المبدأ، ومن بعد المنهجية هذه
تبدا في التطبيق نتاعها باش نواجهوا النظام هذا في انتخابات الرئاسيه تاع 2024. لانه لكان النظام هذا على بالنا بلي راه يدمر في الشعب دمار شامل، ما لازمش نخليوه يزيد 5 سنين اخرى، وما لازمش نخليوه يدخلنا في حرب اهليه. مامي مونامي، تسمى رايحين نديرو دولتين في دولة واحدة، يعني تقسيم الجزائر إلى عرب وأمازيغ، وبالتالي خدمة المصالح المخابراتية الفرنسية فرق تسد. شوف أمامي مونامي، الجزائر أمازيغية، مش الجزائر أمازيغية، من حدود مصر حتى الأطلنطيك وهبط لا موريتاني ولو نور دو مالي ولو نيجر أمازيغ. العرب لا وجود لهم، اللغة العربية كاينة، الاسلام كدين كاين، لكن العرب ما كانش، ما ناش عرب. وجميع من يكمل يخمم باللي رانا عرب بربي ان شاء الله راح تعيش من كرب الكرب، باسكو العرب كاينين في شبه الجزيره برك، والعرب اصلهم بعد خلصوا من العالم ولاو هنود وباكستان وبنغلاديش. شوفوا وجوههم، شوفوا اسيويين العرب، احنا شمال افريقيا جنوب اوروبا ما ناش اسيويين. علاش حابين تدخلوا بليش انا شبوش بون، المهم اللي باغي يكون عربي يكون عربي، يخطيني من يخطيني تو سامبلومون. دونك نرجعوا، واش من نوع تحركات يمكننا ان نخلقوا؟ هل هي حزب سياسي؟ هل هي جبهه؟ هل هي حركه نضاليه؟ هل الحركه هذه تقبل تيارات سياسيه اخرى ولا ما تقبلش؟ هل تكون عندها اتجاه ناسيوناليست باتريوتيك، ام تكون عندها اتجاه تحقق الانسان وحقوق البنان؟ دونك الحل كاين، الحل كاين، الحل كاين. الاجل هي انتخابات رئاسيه تاع 2024، لازم نتصدوا لها باي طريقه كانت باش ما تكونش، الا اذا تمت اون امنيستي بوليتيك ناسيونال، يعني عفو سياسي شامل، تغيير قانون تشكيل الأحزاب السياسية وفتح المجال السياسي، فتح المجال الإعلامي، تغيير قوانين وشروط الترشح المجحفة، واعتبار الجنسية الجزائرية أصلا الشرط الوحيد. في الحالة هذه راح نتصدوا للنظام ضمن قوانين نعتبرها قوانين تنظيمية نوعا ما فيها حريات.